السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرجع في الرياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الخاصة بالحصة الأولى والثانية، يعني التمارين الموجودة في صفحة 11 من الكتاب المدرسي الخاصة بالدرس الأول بعنوان الأعداد من 0 إلى 999. أهداف هذا الدرس أن يسمي التلميذ الأعداد من 0 إلى 999 وأن يكتبها بالأرقام وبالحروف ويقارنها ويرتبها ويفككها. نبدأ بالتمرين الأول لنبحث جميعا. شارك الأصدقاء الثلاثة في مباراة لرمي السهام. نحسب عدد النقط التي حصل عليها كل متسابق كما في المثال. انتبهوا، هذه الدوائر، يعني الدائرة الكبيرة الملونة بالأخضر يعني النقط، عدد المرات اللي جا فيها السهم هي اللي ممثلة بالنقط، يعني أي نقطة في هذه الدائرة الخضراء تمثل واحد، نقطة واحدة. بالنسبة للدائرة الصفراء 10 نقط، وبالنسبة للدائرة الزرقاء 100 نقطة. إذا بالنسبة لعائشة راهم حاسبين هنايا كم عدد النقط التي حصلت عليها عائشة. إذا هوش حصلت على شي سهم جبته في المئة، لا، صفر. في العشرة كم وجدت يعني من محاولة أصابت بها هالدائرة؟ إذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا سبعة في عشرة، إذا سبع مرات، سبعة ديال العشرة جبت الضربة الأولى 10 نقاط، ثانية، ثالثة، سبعة. إذا سنكتب سبعة في عشرة زائد شحال من مرة جبت هذيك السهم ديالها فوق الدائرة الخضراء؟ هي مرتين، واحد، اثنان، وكل مرة كتمثل نقطة. إذا واحد في اثنان سبعة في عشرة تساوي سبعون، زائد واحد في اثنان اثنان، إذا سبعون زائد اثنان تساوي 72. بنفس الطريقة سنحسب عدد النقط التي حصل عليها أحمد. إذا نبدأ مئة، عنده سهم وضعه في مئة، إذا واحد في مئة في الدائرة الصفراء التي كل محاولة تمثل عشرة. إذا عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، إذا خمسة في عشرة. بالنسبة للدائرة الخضراء هناك واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، واحد في أربعة. إذا واحد في مئة يساوي مئة، زائد خمسون زائد أربعة تساوي مئة وأربعة وخمسون. مئة وأربعة وخمسون، هنا نقطتين كل محاولتين في الخانة الخاصة بمئة. إذا اثنان في مئة، اثنان في مئة. بالنسبة للعشرة اثنان، كذلك اثنان في عشرة، وفي واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة في واحد. إذا اثنان في مئة تساوي مئتان، اثنان في عشرة تساوي عشرون، وستة في واحد تساوي ستة. إذا نجمع مئتان زائد عشرون زائد ستة تساوي مئة وستة وعشرون، تساوي مئة وستة وعشرون. ب، نحدد الفائز بالعلامة في البطاقة، بوضع، ستكون هنا بوضع العلامة في البطاقة المناسبة بعد المقارنة. ماذا سنقارن؟ سنقارن النقاط التي حصل عليها كل واحد من هؤلاء الأطفال. إذا عائشة حصلت على 72، أحمد حصل على 154، زينب حصلت على 226. إذا نقارن 226 مع 154 مع 72. إذا أول ملاحظة، هذا العدد يتكون من رقمين فقط، وهذه الأرقام تتكون من هذا الأعداد تتكون من ثلاثة أرقام. إذا العدد المكون من ثلاثة أرقام يعني راه أكبر من رقمين، وبالتالي عائشة ليست الفائزة تقصد، لأن هي اللي حصلت على أصغر عدد النقاط. سنقارن بين نقاط أحمد وزينب، بما أن هذ العددين بجوج كيتكونوا من ثلاثة الأرقام، إذا سنقارن رقم المئات. إذا هنا اثنان وهنا واحد، إذا اثنان أكبر من واحد، وبالتالي زينب حصلت على أكبر عدد من النقط. إذا فاش غنرتبو، 226 أكبر من 154 أكبر من 72، وبالتالي الفائز في هذه اللعبة هي زينب. سأضع علامة هنا. الحصة الثانية، أفهم وأطبق. أكتب العدد المناسب في كل بطاقة. إذا انتبهوا، عندنا أولا شريط مدرج أو مستقيم مدرج،
فيه تدريجات كبيرة باللون الأحمر، وعندنا تدريجات كبيرة باللون الأزرق، وعندنا تدريجات صغيرة. دابا خصنا نعرفوا يعني الانتقال من هذه التدريجة الحمراء للتدريجة الأخرى كم تمثل؟ تمثل 100. عندنا هنا 100 هنا 200، إذا سننتقل بالمئة. إذا 100 زائد 100 تساوي 200، 200 زائد 100 تساوي 300، وسنكتب في هذه البطاقة 300. ثم الانتقال من هنا حتى لهنا 100، إذا 400. نعيد 100 200 300 400. يعني من هنا من يعني هذا التدريجة الزرقاء الكبيرة تجزئ تدريجة أو الحمراء إلى قسمين، فهي تمثل 50. إذا 100 هنا 150، 200 250، 300، وكان عندنا هنا بطاقة غتكون 350، ولكن ما عندناش هنا 400، 450 هنا خصها تكون 500، وبالتالي هنا 550. بالنسبة لآخر شيء في هذه الصفحة هو أثبت تعلماتي. إذن إذا كنت عندي المقارنة بين عددين، العدد الأول يتكون من رقمين والعدد الثاني يتكون من 3 أرقام، فالعدد الذي يتكون من 3 أرقام هو الأكبر، ما يكون مختلفا، غير عندي عدد فيه 2 أرقام وعدد فيه 3، فهذاك اللي فيه 3 الأرقام هو اللي كبير. ومعطيني مثال هنا ديال 87 و213، اكيد 213 هي اللي كبيره. هنا اذا كانوا عندي الارقام بجوج مكونين من 3 الارقام، هنا سنقارن المئات. مثلا العددين اللي عطاونا هنا حصلنا على ان هنا الاعداد بجوج، سنقارن اولا بحال هذه المساله، 3 الارقام، 3 الارقام يعني عددين مكونين من 3 الارقام، سنقارن رقم المئات. اذا هنا 9 وهنا 8، بما ان 9 اكبر من 8 اذا هذا العدد هو الاكبر، 901 اكبر من 893. الى لقيت رقم المئات اكبر ما كيهمنيش رقم العشرات ورقم الواحدات، صافي. في الحالة الثالثة هي اذا كانوا عندي رقمين عددين مكونان من 3 الارقام ولقيت رقم المئات متساويين، هنا ننتقل الى العشرات. بحال هنا غادي نلقاو 8 اكبر من 7، وبالتالي هذا العدد هنا هو الاكبر. ضروري كذلك الوقوف على المعجم